امرأة ذو الشأن في تونس بمركز سياسي كبير جدا. قريبا مفاجأة رح تكون. مفاجأة للجميع. من هي؟ ليبيا. سيف الإسلام يعود إلى الواجهة من باب العريض بعد فتح طرابلس من أول وجديد. بدنا نقشع معارك ضارية وفتح الفتح سيرة فتح الدول تعود إلى الواجهة وسيف الإسلام يكون هو الحل الوحيد. اسمه يلمع في الصحافة. كنت متوقع ل بالمونديال أنه تربح يربح ميسي وتربح الأرجنتين؟ لا أنا برازيلي. بس أنت بتحب البرازيل. بس توقعاتك لمين كانت؟ ما عملت توقعات، بس بينك وبين حالك حكيت أنه بلد عربي بيوصل للنصف نهائي. هاي اللي حكيتها بس مشان ما كن عم أول حالي شي مني قايله. لا أبدا، لأنه المغرب ما يعني بحتر. فالمغرب كانت بلد عربي أفريقي وصل. سألتك عن السعودية، كل السعودية خضات كبرى، خضات إيجابية كبرى تطال ولي العهد، ولكن حكمة الشعب هو من يختار الملك. الغرب بده يشوه صورته ولكن ما رح يقدر. ما فهمت، يعني بيزعزع الموقع؟ أي الغرب يزعزع موقع ولي العهد، ولكن ما بيقدروا لأنه الشعب بيكون ملتف حواليه. نجاحات كبرى، وبآخر 2023 نشهد بناء كنائس وعدة محافل دينية بالسعودية. نعم. الأردن غيمة سودة كتير كبيرة بدها تمرق، في مرحلة فيها حداد، في مرحلتين فيهم انقلاب. الأول ما بيزبط، الثاني لا يبصر النور، ولكن بينكشفوا كلهم سوا بحكمة الملك. الملك يملك.